السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نوجد اليوم إنتاج بلانيت 2 ميجا وطبيك، وهاي البلانيت اللوكيشن تبعها اللي هو موجود هون. فراح نستخدم البي في سيست، فراح نروح أول إشي على البي في سيست. لما تفتح البي في سيست راح تطلع عندك هاي الشاشة. احنا رح نختار طبعا البروجكت عندك رح يكون عنده اكثر من، ممكن يكون اكثر من نوع، ممكن بومبينج ميجر الداتا. احنا رح نختار جريد كونكتد لانه احنا السيستم او التنت اللي عندنا موصول بالشبكه. فاول اشي بحكي لك هون، كاتب لك بالاصفر بليز تشوز ذا جيوغرافيكال سايت. فاحنا بنرجع وين؟ نرجع على السؤال اللي معناها هاي اللوكيشن، بس هذا اللوكيشن مش هو اللي راح ندخله على البرمجية. راح نعمل له كوبي، ننسخه ونروح على خرائط، على الجوجل ماب، خرائط جوجل، ونعمل له نسخ عشان نجيب منه القيم اللي بتقبلها البيبي. لما نعمل سيرش طلع لنا هاي الموقع، هو محافظة إربد بالرمثة. احنا رح نعمل نسخ للرقم هذا اللي هو تحت اللي نسخناه قبل شوي، جبناه من الهومور. هذا الرقم هو اللي بيتقبل البي في سيست. انا بعمل له كوبي وبروح وين؟ على البي في سيست. بحكي لي اول اشي لما حكى لي تشوز الجيوغرافيكال سايت، باجي هون هاي السايت فايل، من هون بختار نيو. طبعا قبل ما اختار اضيف الموقع، انا هنا في عندي saved locations، انا بقدر اختار اي سايت من الموجودات، يعني هو البرمجية نفسها مسيفيتهم. اذا انت حاب شغلك يكون بواحدة من هاي المواقع، يعني مسيف عدد كبير من اللوكيشنز، احنا ندخل اللوكيشن اللي معنا باستخدام نيو. نيجي على اللوكاليتي وبنسخ اللي جبته من جوجل ماب وعمل سيرش. فلاحظ هون اجى حكى لك الاشياء، المعلومات اللي طلعت مع الموقع، المير السرحان بالاردن، يعطيك اللاتيتيود واللونجيتيود وما الى ذلك. فبعرف انا من المعلومات هاي انه هو اختار اللوكيشن الصح، بحكي اكسب المعلومات هاي. بنلاحظ هون بالأحمر إيش كاتب لك، please import the monthly metadata. المهم خطوة لازم نعملها، من ناسا أو من ميتو نورم. المهم بيعطيك هاي المعلومات، بتعمل لها أوكي. يس، بحكي لك overwrite يعني على الإشي اللي أنا اخترته كنت أشتغل عليه من قبل. أوكي، هسه بدنا نعمل سيف للميتو فايل. سيف لما بحكي لك سيلكتد ميتو فايل يعني تمام امورك، ف بليز سيف ذا بروجكت، سيف البروجكت لازم تسيبه. ف بنسيفه، راح اسيفه مثلا فاطمه 33. اوكي سيف. Yes, overwrite اللي هو هسا بيجي يحطيك بالأحمر please choose the plant orientation. هسا في الأشياء اللي لما يعطيكها بلون الأحمر، يعني لازم الخط بلون أحمر، إن هاي الأشياء لازم تعملها. لو كانت بالأصفر عادي لو مثلها skip. فبنيجي هنا مكتوب orientation، هاي ال orientation وجنبها أحمر، أحمر يعني لازم تعمل. فهنا عندنا الفيلد تايب، إنه أنا ممكن يكون عندي البانلز fixed، ممكن يكونوا لا بيتغيروا من وقت لوقت، ممكن تراكينج، بيعمل تراكينج للشمس. فسوب احنا بنختار فيكست وبنختار ميلانها مثلا 25. اوكي، بدنا نعمل ديفاين للسيستم.
التسجيل ماشي بس بتخلصه اخواني عنده مريح السجن بعرف شو الله عندي سجيل والله بدي استفتح هسه define the system نختار نوع البانل والانفرترز اللي معنا بس قبل هون في عندنا خيار انه اكتب سايز اللي عندي انا عندي اللي هو 2 ميجا فراح اللي 2 ميجا اللي هو 2000 كيلو وات 2000 فباجي بختار البانلز اللي معنا انت والبانلز اللي عندك بتستخدمهم انا راح استخدم جينكو 540 وراح اختار الانفرتر سيمنز 1000 كيلو وات فبحكي لك انه هو هاي المعلومات اللي انت ثواني بس نختار كلام هاي المعلومات اللي انت راح تحتاجها عشان تبني السيستم عدد السيريز والسترينجز وما الى ذلك فانت بتحكي له اوكي هون اكتب لك بالاحمر مش بالاحمر بالاورنج الخافت انه الانفرتر سلايتلي اوفر سايز ممكن تغيره واذا ما غيرته تمام يكون مش كاتب بالاحمر الفاقع ممكن نختار طلع شوف هون لما اخترنا بالاحمر خلينا يعني نمسح بس الموجود اكتب لك انه الري ال VOC عندي ناقص 10 is greater than the inverter absolute maximum input voltage anyway لما يكتب لك اشي زي هيك بالاحمر يعني قصده انه مستحيل الاشي يصير لازم نغيره احنا نروح نغير الانفرتر اللي عندنا جنبك بس اوكي عادي اذا كان slightly oversized بنكمل هسه بحكي لك ready for simulation هاي بالاخضر يعني تمام امر run فبنعمل run هسه بنيجي هون نطلع لك لاحظ الانتاج القلم لاحظ هون عنا الإنتاج السنوي هيا المشكلة أنا إيش وضعي بالكتابة مش فاهمة هاي الإنتاج الـ System Production per year معطيك هون اللوسز بعض اللوسز اللي بتسببها system anyway أنا بيجي على كلمة report بس report نعمل هاي الريبورت منكبر هون شوي لاحظ نمشي بالريبورت هاي الصفحة الأولى هاي الصفحة الثانية بعطيك معلومات كل شيء اشتغلته احنا بهمنا برقم 4 نيجي على الصفحة الرابعة نكبرها شوي لاحظ هون عند الإيجريد عند الإيجريد اللي هي اللي هي هون بالأصفر بيعطيك الإنتاج بشهر جانيوري فبراري كل شهر كم سيستمك راح ينتج وبالأخير بالسنة كاملة كم راح ينتج فهون هون بتجيب إنتاجك وباقي المعلومات إذا أنت يعني انترستد بأشياء ثانية حسب شو أنت بدك من البي في سيستم بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته